طب اتفضلي. بس انا راح اقعدي هنا. طب طبعا مطر شربت حاجه؟ طيب اتفضلي. معلش اصل انا كنت رايحه اجيب العلاج بتاعي عشان خلص، بس انا عندي سكر. اتفضلي اتفضلي. شكرا. طيب اسعار البيت؟ طيب انا بس محتاجه اجيب الشطه بتاعتي كانت معايا. هو في صيدليه قريبه من هنا؟ اه في صيدليه هنا جنب البيت على طول. طب انا بس كنت عايزه اروح اجيب بس العلاج. طيب هو انت مش قادره؟ ممكن تتفضلي وانا هروح اجيبه لك. هتعبك. لا لا مفيش حاجه، مفيش تعب خالص. طيب تمام هستناكي بره عشان خاطر ما ينفعش اقعد هنا. لا لا تمام خليتي قاعده، ترى انا قاعده لوحدي مش مشكله. شكرا مش عارفه اقول لك ايه والله، ميرسي جدا. تمام خلاص شكري يا اختي. تمام مفيش مشكله. تمام ماشي شكرا. اما الحق بقى هو ده. يا رب ربنا يستر بس تكون الصيدليه دي فاتحه. تلاش يا استاذ. احلى مسا عليكم. ابويا ابويا الورقه اهو. بنتي حبيبتي. لقيت دي قلت اشغل مخي كده. برافو عليك. طب دي عليها كمان حلو. ايه يا استاذ؟ ايه؟ فين حقي وفين حق البنت؟ حقك موجود. طب هي اتطلق. اتفضل. طب ده كده حق انا. ما انا هتجوز بقى، انت عارف داخل على جواز. شوف بقى حق ابويا فين. سلام. حاجة تاني. استني يا بنتي. اه صحيح البنت عندها حق، دي حقها هي. امال فين حق انا يا استاذ؟ ما حقك موجود مع بنتك. لا دي حقها هي. ولا بقول لك ايه، خد يا بنتي رجع الورق دي زي ما كان. خلاص خلاص اتفضل. مبروك عليك يا استاذ. الله يبارك فيك. حقك مزورة. الله يبارك العين استاذ كريم مشبوك. سيطر. خلاص يا استاذ. خلاص اتفضل بقى. اما اروح انا بقى اطمن قلب. براحتك. خدت ابيك من ايه؟ العيش يا بنتي. بس احسن حاجه انت دماغك شغاله. طب عليك. طلع على ابوك بالظبط. يلا بينا. انا اسفه ان انا اتاخرت عليك. هي راحت فين؟ انا بجد حزينه قوي ان انا ما عرفتش اساعدها. اكيد مشيت. احمد اسكت يا هانم، في مصيبة وانت نايم على ودانك. في ايه؟ في ورقة. هنا اسود. يبقى كده الورقة واقع في ايده. بس ازاي ومين دخل بيتي؟ نرمين. نرمين. في ايه؟ هو مين دخل بيت وانا مش موجود؟ مفيش حد دخل. في ايه يا احمد؟ افتكر كويس، جبت حد من صحابك؟ حد قاعد معاكي؟ ايه؟ اتكلمي. معرفش، بس هو في واحدة تقريبا كانت مريضة سكر فأنا دخلتها ورحت أجيب لها العلاج. نعم؟ لا؟ أنت اقعدي بقى كده وعايزك تهدي وتحكي لي إيه اللي حصل بالظبط. أكيد أكيد هيتجنن دلوقتي. بس يا احمد هو ده طول اللي حصل. يا اخي انت ازاي تدخل حد غريب البيت وانا مش موجود؟ ما انا لقيت محتاج المساعدة. استني دلوقتي. ايوه. ايه عملت ايه في الورق؟ ما لقيتوش، والورق اتاخد من قلب بيتي. ازاي يا احمد بس؟ بقول لك ايه؟ تعال نروح نقعد على اي كافيه وانا احكي لك. تعال. بقول لك ايه؟ خلي بالك من نفسك، انا خارج. تمام. معقول الورق ده مهم جدا؟ انا اللي غبيه وطيبتي دي مودياني في داهيه. نهار اسود. ايه يا احمد نسيت حاجه ولا ايه؟ لا ازاي تاهت عن بالي دي؟ في ايه يا احمد ما تتكلم؟ ان انا مركب كاميرات مراقبه واقدر اعرف مين اللي دخل وخرج وخد الورق ومين البنت دي. طب يا احمد اما ترجع بشوف براحتك. لا انا هرجع دلوقتي اراجع الفيديو. يا احمد ازاي نقعد مع بعضنا شويه؟ مش وقت القعده، انا لازم اعرف مين اللي خد الورق. يخرب بيتك يا احمد.
يا عماد خلي بنتك تختفي. احمد دخل راجع الكاميرات بتاع البيت. يا اخي يخرب بيتك، ما قلتوش لي ان البيت فيه كاميرات. طب خلاص سلام. ايه يا بنتي انت فين؟ يا بابا ما تقلقش، يعني انا اعمل ايه؟ لا ما تخافش عليا انا هتصرف والله. بقى تقلق الو يا بنت رد عليا. ايوه الصراحه كده واضحه، كبرها بس. تمام كده وشها باين، يعني هتيجي. هتروحي فين؟ يا عماد انت عبيط ولا ايه؟ هو اللي انت بتقوله ده؟ اسمع يا استاذ، لو كان على الفلوس اللي احنا خدناها هديها لك، بس اهم حاجه بنتي ترجع. يا عماد انا قلت لك انك تخفي البنت. انا هاخدها اوديها فين بس يا عماد؟ ماشي يا عماد سلام. بنت ايه؟ انا مالي من الموضوع ده. ازاي يعني؟ ازاي بيقول بنتي مش عنده؟ لا اكيد بنتي عنده وعايز الفلوس، ولو بنتي مش عنده اكيد هو يعرف الناس اللي ورا الكلام ده. انا مش هقعد ساكت كده، لا انا هروح له ولازم اجيب بنتي. وليد يا احمد خلاص عرفت البنت اللي دخلت البيت وخدت الورق وتعبانه معايا عشان نروح نعمل فيها محضر. يا عم محضر ايه؟ اقعد بس اشرب حاجه وانا اوديك لواحد هيدلنا على ايه؟ على البنت دي ذات نفسها. استاذ وليد، استاذ وليد بالله عليك، بنتي انا عايز بنتي. طب اهدى بس يا عم عماد، اهدى ايه يا عم انت؟ اكيد انت تعرف مين اللي خدها ايه، وانت تعرف مين الناس اصحابه. طب مش هينفع الكلام هنا. طب بقول لك ايه، تعالى نتكلم على جنب. استنى بقول لك ايه يا حاج. ايوه يا استاذ. دي صورة بنتك؟ ايوه دي صورة بنتي. هي فين يا استاذ وليد؟ يا احمد ده راجل على الله وانا بعطف عليه. انت علاقتك بيه؟ اعطف عليه ايه يا استاذ وليد؟ بقول لك ايه، لازم انا اقول كل حاجه. بص يا استاذ والنبي بالله عليك احضرنا، هو ده طلب مني اخلي بنتي تجيب له ورق، وانا جبت له الورق وبعد كده خدت منه الفلوس. هو بالظاهر كان عينه في الفلوس فخطف بنتي عشان اديله الفلوس. انا هدي لك كل الفلوس بس هات لي بنتي يا استاذ. هو انت مفكره رحمه ان انت هتهربي مني ولا ايه؟ بقى انا استأمنت على بيتي ودخلت بيتي وساعدتي عليا تعملي فيا كده؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. فين يا بنت الورقة اللي انت خدتيه من هنا؟ الورقة ايه؟ ما خدتش حاجة. الورقة اللي انت خدتيه من الدور ده هنا. طب ممكن تكلمي بابا من عندك وهو يقول لك كل حاجة. تمام. بس ورد الموبايل الزفت ده ايه؟ 2513. ألو؟ أيوة مين؟ بقول لك إيه، بنتك عندي. تجيب الورق والمستندات هتاخد بنتك. عايز الورق؟ لا حاضر، لا الورق هجيب. استنى بس، وبنتي كمان اللي عايزه الورق. الو اختي؟ طب بقول لك ايه، خليها معاكي وانا هنا معاهم، لو سلموني الورق هقول لك تسيبيها، ما سلموش بقى الورق يبقى انا هاجي وليها تصرف تاني معاك. اطمن يا اخويا مش همشيها الا لما انت تقول لي. طب ما تسيبيني امشي دلوقتي وبابا هيكلمك ويحل كل حاجه. لما اخويا يقول لي انك تمشي مشيتي. لا بنتي انا لازم تجيب الورق دلوقتي، حد بنتي في خطر قصاد الورق ده. انت اللي حاضر كل ده يطلع من ورا كده. حاضر اجيب لكم الورق. طب يلا يلا بينا. هيا جبت الورق؟ ايوه جبت الورق الحمد لله. بس يا ريت بقى تتعلمي ان مش اي حد تدخليه البيت. خلاص اتعلمت والله. ومش اي حد اصلا يستاهل انك تعملي في خير. انا اتعلمت مش هدخل اي حد البيت هنا تاني. ومشكله الناس بقى ان الاشكال اللي زي دي هي اللي بتشكك الواحد ان ما يساعدش حد. هو فعلا هي صعبت عليا بس خلاص ماشي خلاص حصل خير.